أولا نشكر الله تعالى على هذه الموهبة لتجمع رياضيين وطنيين وعالميين، وكذلك نشكر الرياضي الأول واحد السادس ملكنا العزيز نصره الله، ونشكر إخواني الصحافة المجهودات على الحضور ديالهم والتشجيع ديالهم. هذا النهار كيفاش كتشوفوا؟ يعني هضرنا على التنقيط ديال الطريقه اللعبه ابيناكا، وكيفاش كتمشي ابيناكا، وكيفاش بدات ابيناكا. ومن هذا المنبر كنشكروا الريادي الاول ملكنا العزيز محمد السادس نصره الله، وكنطلبوه كذلك باش ان شاء الله هذه الرياضه المغرب مبتكر المغربيه غتكون عندها الجامعه الملكيه للرياضة ابيناكا، بحال رياضات اخرين اللي جاوا من برا. حنايا كنفتخروا من بلادنا، كنفتخروا من ملكنا، وباش ان شاء الله هذه الرياضه غتصدر الى العالم. مشكل الوزاره، لانه بكل صراحه حنايا ما عندناش مشكل، ولكن في السوق عندنا مشكل، لان غير باش تشوف الوزير ما يمكن لك تشوف الوزير. يعني يمكن حنايا ما عرفناش القانون كيفاش كنديروا باش نشوفوا الوزير، ولكن كنديروا الطلب باش كتساين. درنا التذكير الثاني، التذكير الثالث، التذكير الرابع، خو عام شي عام ونص حنا كنسينو باقي السيد الوزير، عاد ما عارف يمكن حتى الرياضه ابيناكا. وحنايا كننشطوا، يعني درنا عدد النشاط الانشطات، يعني على حسب البرنامج اللي عندنا، برنامج واسع. غير شهر 9 مؤخرا درنا واحد كاس العرش نسخة الخامسه في الاقليم الناظور، وتبارك الله شي حاجه طوب. هذا الابتكار معترف به من طرف ذاك عده دول داخل الوطن وخارج، داخل الوطن وخارج الوطن. والهدف ديالنا ديال هذه الندوة هي التبني ديال هذا المشروع، لان هذا المشروع هذا غادي يعود يعني الدولة المملكة المغربية بالنفع للابناء ديالو، ويكون هو عبارة عن تصدير، غنصدروا لعده خمسة القارات. والهدف ديالنا هو انشاء اتحاد دولي لرياضة ابيناكا، اللي غادي يكون المقر ديالو الرسمي في اما في المدينه الاقتصاديه او في المدينه الاداريه. وحنا نطلبوا من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه الندوه. هذه الهدف ديالو هو انشاء جامعه ملكيه. حنا ما تنحملوش شي مؤسسات الدوله، ولا ما عندناش عراقيل، ما كاينش عراقيل. ولكن حنا دابا وصلنا لواحد السنه هذاك جمعيات على الصعيد الوطني، السنه عصب جهويه، بقات لنا دابا هذيك جامعه ملكيه. والجامعه الملكيه هي تفتح لنا ابواب العالميه. ومن نكملوا الاتحاد، هذاك الاتحاد الخمس زائد الاتحاد الدولي اللي يتحكم في الاتحادات، غادي ندخلوا في الملف ديال لي اولمبيك. لان هذه الرياضه هذه يعني ما فيهاش لي ريسك، ما فيهاش ذاك الحوادث، وما فيهاش المنشطات. وبحكم التجربه ديالنا، لان انا عندي 40 سنه في الميدان وجانب التقني، وانا اللي فعلت هذاك هذا الابتكار، وانا اللي ساهمت فيه. هذاك حنا عباره عن ستاف، لواحد المجموعه اللي خدمنا، وحنا ولاد الميدان، وعندنا باع في هذه المساله، ونحتوي على 57 دبلوم.